عبد الله البناي مشرف أكاديمية نادي النصر. طبعا نتكلم عن البطولة، البطولة طبعا مفيدة وممتازة للاعبين، في احتكاك من الفرق، وهذا طبعا شيء يشكر عليه بمجلس البيئة الرياضي في خلق الأجواء التنافسية. لكن عندنا بعض الملاحظات يعني بالنسبة لل يعني الفرق الموجودة في البطولة، يعني يا ريت ان تكون المرات الجايه فرق على يعني تكون على مستوى اعلى فنيا، وما تكون يعني فرق من نفس المنطقه. يعني احنا نلعب مع الفرق مثلا الموجوده، نلعب معهم دوريات، يعني في السنه نتلاقى وياهم يعني ثلاث مرات في السنه مع نفس المجموعه. بعدين التوقيت، طبعا التوقيت مهم بالنسبه للاعبين، يعني تلعب يوم وترك، وهذا الشيء يعني ما يعني الجو ما يساعد بالنسبه لانهم يلعبون يعني يوم وترك، فيفضل يعني يكون في جو يعني انسب عن شيء. ويعني هذا مجهود يعني يشكر عليه مجلس البيئة الرياضي، ان شاء الله يعني في المرات القادمه تكون يعني الملاحظتين هذه يعني تكون في عين الاعتبار. ولكن التجمع يعني جميل والاستفاده ان شاء الله تكون يعني عامة على الجميع. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. جمال عيسى مدير اكاديميه النادي الاهلي، انا شاكر لكم هذا اللقاء، وشاكر مجلس البيئة الرياضي على هذه البطوله اللي هي البطوله طبعا مفيده لفئه الناشئين اللي هم تحت 17 سنه. البطوله هذه لها فوائد كثيره عوضا عن 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 وقتها، ولكن كنا نتمنى ان احنا تكون اوقاتها مناسبه، بحيث ان يعني 4:30 في هذا الجو طبعا ما يساعد الاولاد على ابداعاتهم على طلوعهم بشكل طيب، ولكن ايضا مفيده لان الفرق قامت تتاهل شوي لدوري النخبه، وقامت بعض الفرق تتاهل بطولة كأس الناشئين، فهذا دافع أن المدرب يتعرف على أكثر عدد ممكن من اللاعبين، يجهز الصف الثاني، يجهز الناس اللي هي بعد ما تخب الفورمة، يعيد المصابين. فوجهة نظر شخصية، أنا شاكر مجلس البيئة الرياضي، شاكر سمو الشيخ حمدان بن محمد على 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 اهتمامه ورعايته بهاي الفئة السنية أو الفئة العمرية لهذه البطولة، ولله الحمد يعني طلع مكاسب كثير، يعني من ضمن هاي البطولات اللي شارك فيها النادي الأهلي في مرحلة الفئة السنية 17 أو كانت الأعوام السابقة 19 سنة، أثبتت أن هناك فيها فوائد من ناحية ارتقاء اللاعبين، الطلوع بعطائهم بإبداعاتهم. والشيء الثاني أن اللاعب أصبح يعني مش مقيد أو متخوف من بطولة رسمية، وإنما هي بطولة تشجيعية، بطولة يطلع فيها كل ما عنده، يبدأ يلعب يحتك. ومن شيء آخر أيضا نتعرف على 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 ثقافات الفرق المشاركة، أو الفرق اللي هي ذات لها قيمة يعني أو مثلا تاريخ سابق في هاي البطولات. فأتمنى إن شاء الله بس عامل الوقت يكون مراعاة من قبل مجلس البيئة الرياضي، حيث أنه عامل أيضا المسابقة يوم وترك يشكل عبء على الأولاد، لأنهم أيضا في هذا الجو ارتفاع حرارة الجو أو الجو الغير المناسب طبعا قد يشكل شوية على الأداء الفني، ما يكون متطور لهذه الدرجة. ولكن في نفس الوقت أرد وأقول شكرا لسمو الشيخ حمدان بن محمد، وشكرا للمجلس البيئة الرياضي على إقامة هذه البطولات، وأتمنى إن شاء الله للمواسم الجاية تكون فرق أكثر مشاركة، يزيد عدد الفرق المشاركة، نكتسب خامات ومواهب جيدة مثل اللي هي تمس في كرة الإمارات بشكل خاص والمنتخبات بشكل عام، ومثل ما راح نشوف إن شاء الله أولادنا على مصاب أو على منصات الفريق الأول، وهذا الأساس اللي نحن نسعى له ونأدي ونطلع إن شاء الله بصورة طيبة. شارككم مرة ثانية وشكرا. السلام عليكم، سعد الشهري مدرب ناشئين النصر. البطولة بوجه عام يعني احنا نشكر صراحة مجلس دبي على الاستضافة الجميلة هذه، والفائدة اللي نرجوها من هالبطولة هذه الحمد لله إلى الآن موجودة، ونتمنى إن شاء الله أنه نقدم مستوى يشرف نادي النصر ويشرف المملكة العربية السعودية بشكل عام في هالمحفل الجميل هذا، ويعطيكم ألف عافية مجلس دبي وفي دولة الإمارات بشكل عام. شكرا لكم.